عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد، هذه المرة مع السيدة جميعة. السيدة جميعة امرأة مغربية يعني من الأقاليم الجنوبية، تصابت بمرض السرطان عافانا الله وإياكم سنة 2014. من سنة 2014، خمس سنوات ديال وهي كتصارع مرض السرطان، إلى 2019 دارت كونترول، لقات بأن الحمد لله واحد خمسة أشهر كانت تعافات من المرض، إلا أنه ملي دارت آخر كونترول 2019 كتفاجئ بأن المرض اللعين عاود صابها عاوتاني مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل كبير جدا. هو اللي غتابعوا معنا قصة ديال الأخت جميعة. أختي جميعة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي جميعة، أنت تواصلتي معنا كقناة مغارب نيوز. نعم. بغيتي تشاركي القصة ديالك وديال المرض ديالك. المعاناة ديالك يعني مع خوتك المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، فتفضلي أنك احكي هو القصة ديالك لخوتك المغاربة. السلام عليكم الخوص، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خصكم وميمتكم جميعة سعيد. الخوت جميعة سعيد هي انا، عيد بلا ما قلت انا، تصابت مرض الكونسير من 2014. جاني الكونسير، جاني في التادي. من بعد التادي مشى ليا البيطان، اللي درت جوج عمليات، عملية على التادي وعملية على البيطان اللي حيدت فيها 20 كتلة من تحت الباط. الحمد لله والشكر لله. صابيت اخوتي بالكونسير، صافي بديت اخوتي كندير العلاج ديال الكيماوي اللي تعطاوني ست حصات ديال الشيميو. راكم عارفين الشيميو الداخل المفقود والخارج المولود، الحمد لله والشكر لله. درت ست الحصات، من بعد تعطاني 34 حصة ديال الأشعة، الحمد لله درت الحمد لله. صافي بقيت اخوتي كندير لي كونترول، كنتقل ما بين مدينة العيون وأكادير لي كونترول، وملي تيكون عندي شي بيت سكان بحال هذا تنجي المدينة الدار البيضاء. راه كلشي كيعرف اشنو هو البيت سكان، هذا النوع ديال البيت سكان كيدار بشكل كيدار بالنووي باش كتعرفي المرض فين كاين عندك. الحمد لله والشكر لله. بقيت اخوتي بلي كونترول هي هذيك تشافت خمس سنوات، كانت فاش اخوتي ولا كيضرني السنسور ديالي، وليت كنعيا، وليت كنتعب، وليت كنخوت خوا ليا الرجل، وليت كنبغي نقرص غير العجين، كنحس بحال شي بحال يديا راكده عليا. صافي مشيت عند الطبيب شافني قال لي خاصك دينا واحد ليريم. صافي درت ليريم، حتى كنتكاشف تنكتشف بان الكونسير ضرب ليا السنسور، ضرب ليا الايدي، ضرب ليا الفخذ، ضرب ليا هاد البلايص هادو، ضرب ليا علاش انني حاليا جالسه، راني غير جالسه وراني صابره غير باش نكمل التصوير مع الاخوان الحمد لله والشكر لله. صافي قال لي خاصك تبقاي عاوتاني ديري لينا حصص ديال الشيميو. انا صراحه رفضت العلاج، رفضته من ناحيه اش، من ناحيه العلاج قاسها عليا ماديا، من ناحيه التواصل ننتقل من مدينه لمدينه، من ناحيه العلاج لانه شويه صعيب، وراكم عارفين الشيميو تحيد الشفار، تحيد العشبان، تحيد الشعر، تيحطم الذات كامله، يعني راكم عارفين كنتعالجو بما كنقولو سم، يعني كيماوي راه الا خويتي على الارض، الارض كتحسيبها كتحفر، ما بالك الجسم ديال الانسان. الحمد لله والشكر لله بقات عليا العائله ديالتي قال لي خاصك تعالجي ما عندك ما ديري. الحمد لله بديت العلاج، باش غنوريكم التصاورات فاش بديت العلاج. لانني تشللت، ما بقيتش كنقدر نتمشى، ما بقيتش كنقدر نوقف، تبدلت ليا السيفه، زراكيت وليت واحد اللون ما هواش. الحمد لله بديت اخوتي كنتعالج، درت الحصه الاولى كنتفاجئ بدقيت كنرجع كنتمشى، يعني الدواء فعلا عطى مفعول واخا صعيب على الذات، ولكن ما عندنا خوتي ما نديرو. الحمد لله درت ساعات الحصص اخوتي ديال الشيميو، وقال لي غتبقاي ديري خمسات سنوات الحصص ديال العظم، لحقاش عندك الذات ديالك الكونسير اكلالك السنسور وكلالك بزاف المناطق اللي انا عاودت لكم دابا. الحمد لله درت ساعات الحصص زائد ديال العظم، ارتحيت واحد خمسة الاشهر الحمد لله، كنت فاش عاود رجع انا باقا تندير الشيميو ديال العظم، حيت صغير اخر اللي قاصح ما قالوش لك لاله جماعه، ما قالوش الاطباء علاش رجع، هو عادي تيرجع غالبا. واحد الفئه اللي كتبرى منه بصفه نهائيه،
ولا من الفئه اللي ما كنبغاش. لا، حيت كاين حالات مثلا كاين اسباب علاش هذا السرطان كيرجع، ربما على اعصاب، ربما على شي حاجه. اعصاب، توتر، تقلق. واش كان هاد الاسباب كانوا عندي؟ يعني انا كنتعصب من ناحيه العلاج ديال ذاتي. كنتعصب ملي كنخلي وليداتي، يعني عندي بزاف الحوايج، وكنت كنتعقل في الكار، وانا الكار ما تنقدرش عليه. وملي كنبغي ناخذ الكار حتى كنمشي لشي مناطق اللي كنطلب الناس تعطيني تقطيعه، بحال ما باش ندخل في هذه المسائل. طلعوا قد هذه الورقه، جليزي هذه الورقه باش يعطوك الي روتور في الكار. من تما صافي التجأ، درت قناه في اليوتيوب. يعني كانوا اسباب لعوده المرض هذا هو اللي كنعرفو. كنتعصب مع العلاج ديالي، لانني ما خدامه، ما موظفه، ما حتى شي حاجه. يعني انا ربيت بيت، والزوج يعني ما باش استطاع انه يقد على مصاريفي، ما استطعتوش. الحمد لله. واخا يعني من بعد ما تصابيتي بالمرض اللعين في المرض تاعي، شنو هو الاجراءات اللي خديتي؟ شنو هما التدابير الصحيه اللي خديتي مثلا؟ شنو هما احترازات؟ شنو هما المسائل اللي عطاوك تبعاتي؟ قالوا لي تاخذي العلاج ديالك، وبعدين من التوتر، بعدين من التقلق، ولكن هذا الشيء بحد ذاته ما كاينش كي غادي ديري. بحال دابا ملي كيخصك مثلا الحصه، كي غادي ديري ليها؟ منين غادي تجيبيها؟ خاصك مثلا ولادك تفرقيهم على الناس. انا دابا بحال دابا انا وليداتي لدرجه واحد المده في المرض الاول تبقاوش كيعرفوا بعضياتهم، يعني كنفرقهم على الجيران، تنفرقهم على الناس، ولا يشدوا منك شهر شهرين، ولا يشدوا منك ثلاثة اشهر. ديال الوليدات هذا جماعه؟ عندي أربعة الوليدات. كبار شوية؟ الحمد لله، يعني كبيبة بنت 2003. يعني بقى من 2003 لتحت كلشي صغار. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني واخا وسمعنا بأنك كنتي درتي وقيلا شي قناة باش تعاوني بها راسك. أها. يعني بغيتي تجنبي أنك ديما تمدي يدك للناس من بعد الله سبحانه وتعالى. أييه. كنتي درتي شي قناة ياك؟ أه. يعني فين وصلتي تواد القناة تاع اختي شناها؟ درت قناة ديال مكافحة السرطان، درتها باش نقدر نأدي التكاليف العلاج، ولكن اخوتي القناة ما بغاتش تطلع، ما خليت ما درت. قالوا لي الطياب درت المستحيل، غادخلوا تشوفوا بنفسكم الطريقة كيفاش كنطيب، طريقة ديال انسان مريض. قالوا ديروا فلوغات، منين تنقدر نخرج راني كنخرج. والا اخوتي المشاهده ما كايناش، لي زابوني عندي 75000 لي زابوني، ولكن المشاهده ما كايناش. وانا ما كرهتش، كنطلب الله سبحانه وتعالى الله ييسر لي فهاد القناه، وتنطلبكم اخوتي كمغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، والناس الجزائر والناس لجميع البلدان، شوفوا فيا في عين الرحمه، شوفوا فيا كاختكم، شوفوا فيا كامكم. راني تنعاني، راني تنعاني اخوتي، وتنقاوم هذا المرض وكنصارعه. واش عارفين شنو هو مرض الكونسي؟ يعني مرض فتاك، مرض قاتل. ورغم ذلك اقسم بالله ملي كنخرج من الباب وتشوفوا الوليدات ديالي كيفاش كيعنقوني، ماما امتى تجي؟ ماما شحال غادي تعطلي؟ انا صراحه عييت بهاد العباره، عييت لدرجة عييت واحد الدرسة عشوائية، ما عنديش باش نحيدها بواحد المبلغ، حيت أنا عندي كونسير ديال العظام، وحيدتها وتقب لي الفم، راني درت عملية خوتي على الفم، وتندير بيطادين ديال التعفن، وتنعمر هاد الستريم هادي كنعمرها، ونخشيها في ثقبة، ويخرج ليها بيطادين من ثقبة أخرى، كيما وريتك أخويا، وراك شفتيني. زعما صراحة هاد المعاناة اللي كنعاني منها ما ساهلاش. دابا حاليا درت فيس سكان اللي هو هذا، راه مازال ما ديتوش عند الدكتور باش أنه يقرا ليا الفيس سكان، يعني إلا خرج ليا مزيان راه مزيان، غندير غير الشيميو ديال العظم. خرج ما مزيانش، يا إما الحديد يا إما الأشعة. باش غدير الأشعة، العلم عند الله. وعندي دابا الطبيبة نهار اثنين ديال الفم، وعندي نهار ثلاث الحصة ديال الشيميو ديال العظم. أقسم بالله مازال ما جمع عليا حتى ريال. كي غادي ندير؟ وغير هاد الحصة ديال البيسكار هاد اللي درت نهار الخميس، الناس اللي عاونوني مولا 10000 مولا 20، تلقط حتى ما كملتش. ملي ما كملتش كملت بالسلف، وراه المشاهدين ديالي عارفيني بأنني تسلفت. شحال قدك؟ بعت كاع اللي كان منك في ذاتي، بعتها. اللي كان شي حاجة في داري بعتها، ما خليت ما درت على صحتي، ودرت هاد القناة باش الناس تعاوني غير المشاهدة. ختي ولا خويا ولا ولدي ولا بنتي، ما كرهتش اختي تفرجي فيا وتشاهديني، وما كانش اختي واخا ما يعجبكش المحتوى ديالي، الا عندك اختي ويفي نقصي لي غير الصوت وخليه يدوز. انا ما كانش قناتي تطلع ونعاون نفسي بنفسي. هاد الكلمه تعطيني عطيني شويه، ولات كتعييني بزاف لدرجه كندير لي لايف اخويا يوميا، لي لايف
وتنطلب الناس على سوبر شات، كنطلب الناس تعاوني. يعني كدوزي واحد 10 ايام يلا كيبان شي محسن يعاونك بواحد البركه. يعني شحال قدني وانا نقول الناس عاونوني، هذه عيتني ذاتيا وعيتني نفسانيا. تنطلب من الله، تنطلب من خوتي المغاربه يما شوفوا فيا بعين الرحمه، وقفوا مع اختكم مكافحه السرطان جميع سعيد. انا من مدينه بليملال وكنسكن في مدينه العيون، وراني معذبه في صمت، ورغم ذلك تنقاوم لحقاش عندي وليدات وعندي بزاف الحوايج ما بغيتش ولادي يشوفوني في واحد الحاله اللي انني كنت عندي الكروسه ورفضتها. وما تنقدرش اخويا نتمشى، ما تنقدرش نوقف. الا تمشيت يعني خاصني، الا تمشيت اليوم خاصني يومين ثلاث ايام ما خاصنيش نخرج. ورغم ذلك اخويا تنقاوم وتنكافح والله، وتشوف وليداتي وتشوف الحاله اللي انني كنعيشها باش ننظف غير ذاتي. والله ما تنظف حتى كنشوف لي نظف لي، حتى كنبقى ريحتي خانزه، حتى كنمشي عند اختي الاكادير، ولا كان جيت للدار البيضاء، ولا ملي كنمشي للحمام تنشد كساله، انا الحمام منوع عليا باش انني تعومني وتنظفني. هاد الايد ما نقدرش نحك بها، هادي ما نقدرش نحك بها، هادي السنسور مريض، الدات كامله مريضه، وانا حمد الله وشكرا تنطلب من الله الناس تعاوني. راكم عارفين المراه اللي مريضه بالكونسير ما خدامه ما ردامه، راه صعيب الحال. وتنحمد الله اللي لقيت الزوج ديالي واقف معايا، وما كاين بعد الناس اخويا اللي العيالات مرضوا كاينه ولا ما كايناش. انا راكم عارفين مشكلتي الماديه، مشكلتي الماديه هي اللي اثرت عليا. راه المرض في الداس راني عافته، ولكن المرض ديال الجيب هو اللي قتلني. ملي نخشي يدي في جيبي بغيت ندير بيسخان خاصني نطلب الناس، بغيت نسافر خاصني نطلب الناس، اي حاجه خاصني نطلب الناس. حتى لدرجه ولات عندي بنتي فيها الضيقه، ولات كتعاني من الضيقه بسبب المعاناه ديالي انا. الدريه عندي ما خليت ما درت لها مسكينه، تزاد غير في الوزن، معاناتي اثرت عليها. ملي كتشوف لي كنبقى نقول وا الناس عاونوني، كيجي يدخل واحد تيقول لك اختي انت راه محال، واش مريضه؟ باش غادي نبين لهاد الناس انا مريضه؟ واش نعري على ذاتي؟ واش نعري على شعري؟ كاين اخويا ما كايناش. دابا شحال من واحد تيشوفك هكا منفوخه، راني منفوخه بالادويه لاباراي، ها هي راك شتي يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. وغادي نوريكم البيس كان هما هادو اللي كندير. نوريكم اخويا التصاوير ماشي مشكل. نوريكم اخوتي فاش كان عندي الكونسير في اليد وطرطق لي في يدي، وكانوا بغا يقطعوا لي اليد، ولكن الحمد لله والشكر لله. انا غادي نوريكم، شوفوا هاي المعاناه ديال اختكم، هاي المعاناه ديال ناتي ها هي. هادي فاش كنرجع ليا الكونسير لي ثاني مره، هي هادي نوريكم. هادي فاش كندير الشيميو، هادي فاش كندير الشيميو وفي نفس الوقت طرطق ليا الكونسير في اليد. انا غادي نوريكم من طرطق ليا الكونسير يديا. هادي فاش داير الفصمه اليدي، هي هادي فاش طرطق ليا الكونسير. الحمد لله والشكر لله، حنا حامدين الله وشاكرينو. هادي فاش الكونسير الثاني بدا كيرجع، بدا الزغب تينسر، راكم عارفين الكونسير تيخلي الشعر في سميتو. هذا السرطان الثاني فاش تزول لي الشعر، ورغم ذلك الابتسامه مكافحه صراحه الحمد لله. هذا الكونسير الاول فاش صابت منه ب 2014 الحمد لله والشكر لله. هادي فواحد العيد صافي فاش بديت كنتشلل، الزوج ديالي جابني عند العائله وحطني، لحقاش ما كاينش اللي غيرد ليا البال بزاف، وخرج لي هزني وكلشي. وكان جا العيد يعني راك عارف العيد، راك عارف الوليدات، جابني انا وليداتي. هادي فاش كنت ناعسه في المستشفى، عاوتاني فاش صافي نهاريت بالحريق، يعني الحمد لله والشكر لله. نكتفيو بهذا القدر ديال التصويرات، يعني صراحه التصويرات صعيب على بزاف الناس باش يشوفو. هذاك الشيء غتواصل مع الاخوان، هذا هاو فاش كندير الشيميو. واللي بغى يتاكد من كل شيء المعلومات دخلوا لقناه مكافحه السرطان، وغادي تشوف اخوتي كل شيء المعاناه. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يوقفوا معايا، اللي يقدر يعاونني ماديا في هذه الساعه اللي انا فيها. غير تبان لكم القناه طلعت ما تعاونونيش اخوتي، ياك اخويا تبان لكم القناه ضربت ليا غير 20 كا، ما كانت انا غير 20 كا ضربها ليا ما تعاونونيش، وما كانت انا قالت تطلع وتا انا نعاون، تا انا بدوري نعاون الناس، وتا انا راني حاسه بزاف الناس كتعاني وما كرهتش، ما كرهتش انا نعاون الناس. نتمنى من الله سبحانه وتعالى موقفوا معايا، واللي بغى يوقف معايا حاليا
ماديا راه عندي الحصه نهار 3 وعندي الطريبه نهار 2 والرقم ديالي نقول ولا بلاش؟ لا قولي. الرقم ديالي هو 06 70 70 30 98. عاودي 06 70 70 30 98. الله يجازيكم بالخير. اللي قادر يعاونني قسما بالله هاد الحصه ديال باش نديرها راه ما جمعاليهاش، راه هذا هو اللي كنقولوا العصاب وهذا هو اللي كنقولوا ليه المرض. هذا هو المرض اخويا. اكيد هذا هو المرض. اكيد اختي اكيد. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. والله نتمنى خير. مشاهدينا الاوفياء، الاخت جميعه بطبيعه الحال حكم انها يعني تمرسات على المرض، واخا المرض ما كيبغيه حتى شي واحد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هي المرض ديالها قدرات لحد الساعة أنها تأقلم معاه وتجيري معاه لحد هاد اللحظة. هي كتكلم أنه ما بغاتش تحط في هذا الموقف لأنها تمد يديها وتقول عطيهم. فعياتني. هي كتقول لك ما مولفاش هاد الشيء هذا، حكمات على الظروف، الآن كتكلم على أنه حصه ربما قلتي يوم الاثنين. عندي الطبيبه ديال الفم غادي نصور لهم ان شاء الله فيديوهات وغايشوفهم. عندي الطبيبه ديال الفم عندي نهار 2 وخاصني ندير البي سكان ندير الطبيب الا وخرج مزيان. البي سكان شحال ديال؟ داير 160. هادو هادو راه كلهم دايرين 160 هادو ديال العظم. يعني واحد النواوي اللي هو برودوي تيلوحوا لينا في الدات، ومنين تيلوحوا لك هذاك البرودوي بحال كيفرق ما بين اللحم وبين العظم، وذاك الكونسير كيمشي كياكل منه، ملي كياكل تيعطي اشاره بلي الكونسير راه فين مخبي في العظم. هذا النوع هذا ما كاينش في المغرب كامل، كاين غير في الدار البيضاء وفي الرباط ومؤخرا ولا في مراكش. هادشي علاش اضطريتي انك تجي للدار البيضاء؟ جيت للدار البيضاء وجايه غير عندنا. زعما حاليا كاين واحد المتبعه اللي كنشكرها في هذا الفيديو، كنشكرك اختي، كنشكرك واحد المتبعه وبزاف المتبعات اللي واقفين معايا، الله يوقف معاهم، وجالسه عند شي ناس اخرين. دابا انا حاليا جيت هنا باش نصور مع الاخوان، وجيت نشوف العائله ديال هذا المتبعه اللي فين ما كنجي كيرحبوا بيا وكيساندوني كيعاونوني ماديا ومعنويا الله يخلف عليهم، وتنجي عند شي ناس اخرى كنجلس عندهم الحمد لله. ما كرهتش اخوتي تساعدوني، ما كرهتش اخوتي، باغا نتشافى لهاد الوليدات وباغا نوقف على رجيلاتي واللي مرضني نتمنى من الله. ما تعرف طلع قانتي نقدر نحس براسي مزيان، لحقاش كنضرب مجهود تندير ماسك ديال الوجه، تيقول لك الناس باغيين ماسكات، تنوض نبحس اخويا في قنوات، انا ما كنعرفش باش نكونوا واضحين، تندير ديري مجهود، تندير مجهود مشاهدين، وتنشد التليفون بحال ما كتنحطو ونصور بالتليفون اخر اللي شراو ليا المتبعين الله يخلف عليهم، باش نشوف العنوان ديال هذاك الماسك اللي غنحطو. كي كانت الذاكره عندي شويه ضعيفه، ملي تندير داك الماسك تنديرو تنشاهدو الناس وكنوريهم، تناخذ مجهود تنلوحو تنلقاش المشاهده، كيبقى فيا الحال كاينه ولا ما كايناش. يعني اخوتي ما كرهتش اخوتي تعاونوني بالمشاهده وتعاونوني تبارطاجيو ليا، واللي بغى يعاونني حاليا غير تنوقف على رجلي، راه عندي الحصص شهريا وعندي ابره سميتها زولاديكس، كلشي كيعرف زولاديكس، كنت كنضربها شهريا كتسوى 26000 ريال، دابا انا فضلت نضربها كل 3 شهور اللي كانت ب 70000 دابا نقصوا فيها 4000. زولاديكس كلشي كيعرفها، وتناخذ دواء شيميو. الا بغيت نوريك الرانديفو ديال الحصه اللي عندي، راه كلشي راه وريته لك من قبل، كلشي راك شتيه. عندي اخوتي زولاديكس كندوبها كل 3 شهور، معروف الثمن ديالها، والفانيل اللي كنشرب ديال الشيميو كيدير 22 ريال و200 زائد بحال الادويه اللي كيعطيني الطبيب مثلا ملي كيوقع لي شي مشكل، بحال ملي كندير العصاص كيخرجوا من التعفنات، عاوتاني كناخذ ثاني دواء هذاك من راك عارف الحياء افيدين. يعني راه لا اله الا محمد رسول الله، عيس ما نقاوم، عيس ما نصاد، عيس ما ندوق بيبان. مشيت حدا الجوامع شام واحد كيمشي فيا غلط تيقول لي بانك كي داير كارطون حدا الجامع، لا انا ملي كنعرف شي محسن راه كاين تيساعد كنهز وريقاتي وكنتسنى حتى كيخرج كنقول له سيدي اخويا الله يجازيك بالخير في استطاعتك تعاونني، هاش كاين هاش كاين، ماشي عيب اخويا. دقيت بيبان، مشيت للمعامل ديال اللوزينات، كنتسنى اللي شاف ديالهم يعاونوني، يعني درت المستحيل صافي عيت، ما بقيتش قادر نتمشى، ما بقيتش قادر على هذا الشيء كامل، ما كرهتش قانتي طلع. واللي بغى يعاونني في هذه الايام الله يجازي غير طلع لي قانتي ويحبس عليا المعاونه. الله يرحم لكم والديكم، والله يدير لكم الطريق في الضيق، ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، ويفاجئها عليكم ويسهل عليكم. راه الدنيا خوتي من قال انا نصاب بهذا المرض، ومن قال هذا المرض يتلفني في حياتي،
كنكذبش عليكم، بغيت غير 3 شهور نجلس في داري ونريح انا مع وليداتي، ما كنستمتعش كنجلس 15 يوم 20 يوم تنقلب ثاني باش نرجع وباش نجمع. اختي ولا خويا كل واحد فيكم يحمد الله ويشكره بالصحيحه ديالو. صراحه راه الصحه هي كلشي في الحياه، راه اللي ما عنده صحه اللي وليد دابا على الصحه كنشري فيها بالفلوس، ما سهلاش ما سهلاش. الحمد لله والشكر لله. كنتمنى منكم اخوتي تدعموني وتساندوني وتصفوا معايا، واللي بغى التليفون ديالي راني قلته ولا بغيت نعاود غادي تحطو، واللي بغى اي حاجه بغى شي معلومه بغى شي استفسار شي اخت بغى تاكد مني انني مريضه دخل القناه تهضر معايا كاميرا ونوريها كلشي المسائل اللي انا ساترهم في كاميرا كاميرا نوريك اختي كلشي ماشي مشكل. ونتمنى من الله خويا توقفوا معايا وتساندوني، وراه عندي الحصه نهار ثلاث وان شاء الله نهار الحد راه غنسافر، اثنين عندي الدكتوره والثلاثه عندي الحصه. اللي بغى يعاونني راه مازال ما جمع فيها حتى شي حاجه، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه معاناه اخويا معاناه، يعني غير كلمه كونسير راه كلمه مرعبه، ما بالك تعاني نفسانيا وماديا وجسديا، راه ما سهلاش. انا صراحه المرض تقبلته ولكن اخويا ملي كيوصل لي العلاج بحال دابا مثلا، دابا انا درت الحصه جيت درتها انا رجعت لداري تنجلس ثاني 10 ايام خاصني نقلب ثاني باش نجمع الحصه الاخرى. يعني نفس الحاله كتعاود نفس الحاله يعني من 2014 وانت ما صحيتيش راه شويه قاسحه. اكيد ما سهلاش ما سهلاش. اذا مشاهدينا الاوفياء لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، كيف ما عودناكم وعودتكم القناه ديالكم مغارب نيوز، فديما كنبحثوا على القضايا ديال المجتمع اللي كتكون قضايا محتاجه للمساعده. فالاخت شميعه كيف ما سمعتوا يعني تنقلات من مدينه العيون من مدينه الدار البيضاء، يعني لانه بطبيعه الحال مع ربما حتى الحوايج اللي ربما كاينين في مدينه الدار البيضاء هنا، واللي كتضطر ان المرض اللي عندها كيجيبها حتى لمدينه الدار البيضاء، فاكيد كون كانت مثلا تما فين تقضي هاد او تعالج هاد المرض هذا فاكيد ما تنقلش هنا عبر الطائره. ياك جيتي جيتي في الطياره؟ جيت في الطياره، جيت على ود البيت سكان اللي ما كاينش في اكادير، عاونوني عليه الناس واخا ما كملتش واحد المبلغ، راني قضيت الغرض سلفته الحمد لله، وهاد الشيء راني طرحته في القناه ديالي من قبل درت الحصه، من درت الحصه تزاد عليا الحريق، يعني جنابي بغا يطلقوا الحريق صافي كنغوت، قال لي الطبيب خاصك دير لنا ليريم، درت ليريم في اكادير، درت ليريم تاهو اللي هو تاهو مكلف حتى حاجه ما سهله بهذا المرض، درت ليريم، منين درت ليريم بين ليهم بان شي حاجه ماشي تاليه، قال لك اودي يا اما غادير الاشعه والرجل يا اما غادير الحديد باش نتاكدوا وما نزربوش، خاصك دير لنا هذا البيسكان، هذا البيسكان اللي ما كاينش في المغرب، كاين لا في الدار البيضاء والرباط ومن بعد ولا في مراكش، هذا بيسكان يعني كيشوفوا لك تحت العظم اشنو فيه. ودابا منين درتو خاصني ندي النتيجه للطبيب، الا هي خرجت مزيان غندير غير حصه نهار ثلاث ونلتحق بوليداتي اللي غنمشي لمدينه العيون. الطبيب في مدينه اكادير ولا مدينه؟ لا الدكتور ديالي في مدينه اكادير متبع معاه من 2014. أيه. يعني هو اللي قال لك البيسكان ديري وجيبي. اييه ديري وجيبي باش يشوفوه، الا هو مزيان راه غندير غير الحصص ديال العظم باش هاد الحصص باش العظم ما يبقاش يتكل، حيت العظم تيكون ليا فيه الكونسير يعني بحال كيحدوه باش العظم يتلحم فهمتي. ودابا الا خرج ما مزيانش الله يستر السلامه، اما العمليه ندير الحديد، الا خرج خفيف شويه غدير غير الاشعه ورشم، ونبقى نستمر في الحصص ديالي اللي هما شهريا، عندي شيميو شهريا وكل 3 شهور كندوك ابره اللي هي زولاديكس، راه الكرش ديالي راه ما نقولش لكم كي دايره ولكن الحمد لله والشكر لله الحمد لله. اذا مشاهدينا الاوفياء كما سمعتوا على لسان الاخت جميعه اللي بطبيعه الحال جات نقلات من مدينه العيون، لتحيه من هذا المنبر الاقاليم الجنوبيه ديالنا كامله، نقلات من مدينه العيون مدينه اكادير، تطلب لها البيسكار كما سمعتوا، ما كيتواجدش غير في 3 مدن في المغرب، هي الرباط والدار البيضاء والان اصبح مراكش كذلك. هي جات درات انا تجي للدار البيضاء باش دير البيسكار هذا باش تديه الطبيب ديالها في مدينه اكادير، وكتقول على حسب الحاله اشنو غادي يقول لها. راك سمعتوا كلشي سمعتوا اللي كتمنى الاخت جميعه بطبيعه الحال المساعده الانيه الان، وهي هذه الحصه اللي عندها يوم الاثنين هذه هي المساعده الانيه، ولكن المساعده اللي هي كتمنى انها تكون دائمه هي انه يتفاعلوا معها المغاربه، وهذا الشيء ما غريبش عليهم الحمد لله، يتفاعلوا معها كما كتقول هي
ما بقاش باغا تخرج ديما تشكي على الناس، بغات تولي تقابل راسها بيديها، يعني تولي تصير كما تصير على راسها وعلى المرض ديالها اللي حمد الله وشكره عليه، بغات تصير عليه بغات تصير على راسها راسها، وبغات تعيش ذاك الجو الاسري اللي تحرمات منه، ما كتريحش حتى 3 شهور مجموعه مع وليداتها، يعني كل مره في خمس في اسبوعين كنت كنمشي كل 21 يوم صافي. قلت للطبيبه ودي بزاف عليا، قال لي لا هذا النوع اللي خاصك كندير جوج انواع يعني ديال الشيميو باش نقتلوا هذا المرض، والنوع هذا اللي كندير فيه حاليا غير باش الكونسير ما بقاش ياكل ليا في العظم. كنت كندير كل 21 يوم حصه، ما كنجي فين نوصل لداري ونشوف وليداتي ونلقى الحاله حاله الله، والحمد لله اللي تلقى وليداتي مزيان. لواحد الخطره غادي نقول واحد الكلمه للابنه ديالتي بنت 2003 اللي اعتمدت عليها، واللي تحرقات ليا واحد الحروق اللي تخواس عليها برمه ديال الكسكسو وتشوهات ليا في الداس ديالها اللي رجلين كطيب مسكينه كانت كطيب لي، وليت انا اعتمد انا على وليداتي لحقاش انا ما استطعتش وما كانتش قانتي تطلع، وبقانتي نجيب مرا للدار تنظفني، نجيب مرا مرة تساعدني بزاف الحوايج، الا كانت الفلوس بزاف الحوايج غادي ديريهم اخويا. وبنتي واخا الفلوس ما غاتغنيكش على المرض، ولكن على الاقل على الاقل غاتقضي لي بزاف بحال مثلا خاصني دواء ما عرفتش نتسنى حتى ندير لايف ولا نمشي ندق بها بعد نشري راه الدواء خاصك الا خاصك خاصك تاخذيه كيكون خاصك تاخذيه شي اني خاصك شي حاجه اخرى خاصك تقضيها، بغيتي تسافري غاتمشي تقطعي، يعني انا كياخذ ليا وقت بان نبقى ندق دار ولا ندير لايفات، هادشي كياخذ ليا وقت تياخذ ليا وقت، انا ما كانت انا ملقانا وقت ومجهود ومجهود وتانعيا وتا الضغط النفسي كيزيد على المرض هو كيزيد وفاق من المرض. وبحال الله يبدل مثلا ما كانت انا طلع قاتل بقى ندير غير شويه نضحك بها ندخل ضحكه مزيانه لي حتى نفسانيا ونخرج ضحكه، انا ملي كندخل تنقولوا عاونوني راه بزاف الناس ما عرفتش تشاهدك بعض الناس فهمتيني اخويا، يعني كتدخلي على اساس عاونوني. واخا اختي جميعها مشاهدين ديالنا الاوفياء، حتى الاخت جميعها راه جالسه معنا وكما قالتش جلس بحالنا حنا عافانا الله واياكم الجلسه اللي جالسه بحال جالسه على عينيها جالسه على الجمر، الله يحسن العوان. هذا مرض سرطان، هذا ماشي مرض ديال الله، هذا مرض خبيث، مرض اللي كيدي بصاحب ديالو القبر. نتمنى عمر طويل الاخت جميعها، اخت جميعها كما كتستمعوا المساعده الان اللي محتاجها الان هي هذه الحصه هذه اللي عندها هذا الاسبوع هذا، هي راه حطات الرقم ديالها وقالته للمشاهدين الاوفياء، حنا كذلك الدور ديالنا كقناه مغرب نيوز غادي نحطوا الرقم ديالها على الفيديو باش اللي بغى يتواصل يتواصل مع الاخت جميعها. مشاهدينا الاوفياء اللي كنتمنوا من هذا المنبر هذا كنتمنوا الدعم والمساعده والمسانده للاخت جميعها اللي جات عندنا من الاقاليم الجنوبيه نقلت لهنا باش تجري هاد القصه اللي كما كتسمعوا، كانت فرصه انه اللقاء ديالها معنا، فكنتمنوا انكم ما تخلوناش مشاهدينا الاوفياء وتوقفوا مع الاخت جميعها، ودائما كتعرفوا الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل. مشاهدينا الاوفياء لكل بدايه نهايه، ونحن سنأتي على نهايه هذا البث المباشر مع الاخت جميعها على امل اننا نتواصلوا معها المره المقبله وتكون الحمد لله الامور بخير وعلى خير، هادشي اللي كنتمناو. اذا على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، استودعكم الله الذي لا تعدو ودائعه، كان معكم مراسل قناه مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، دمتم في عائله وحده والى اللقاء. السلام عليكم. شكرا لكم، الله يجزيكم بالخير. شكرا.